يا اخواننا نحن الان والله في خطر. ما بنجلس والله اكذب الله بنفندق صوب خالك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد البروفيت صلى الله عليه وسلم قال فانه من يعش منكم فورد خين دي فنيلي نام يخليته فسير اختلافا يعني فرقا كبيرا بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الازمنه المتاخره. Hier is veel geschil zien oftewel ten opzichte van de mensen van vroeger en nu. Oftewel de profeet صلى الله عليه وسلم الصحابه en wij van. اذا ما هو العلاج؟ Wat is dan de oplossing? العلاج نتمسك بكل ما اعطانا الله من قوه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. De oplossing is het vastgrijpen, vastbijten in de sunna van de profeet صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نتمسك بالسنه واحنا ما نعرف السنه؟ Hoe moeten wij vastklampen aan de sunna terwijl wij de sunna niet kennen? اذا والله مهم اولا نتعلم. Het is belangrijk dat wij leren. عيب والله عيب. Het is een schande bij Allah. مسلم وما تعرف ما هو الاسلام؟ المسلم دي niet weet wat de islam inhoudt. مسلم لا تعرف معنى لا اله الا الله. مسلم دي niet weet wat la ilaha illallah inhoudt. ابو جهل يعرف معنى لا اله الا الله والله. ابو جهل weet wat la ilaha illallah betekent bij Allah. ف ابو جهل يعرف لا اله الا الله هو راس الكفر وانت مسلم لا تعرف معنى لا اله الا الله. ابو جهل بورت اوف ذا خروتس فان ذا اونغلوفيغ weet wat la ilaha illallah is. En jij behoort tot de muslims en weet dat niet. الان لو جاءنا رجل كافر. Als nu een persoon komt die ongelovig is. وقال اريد ادخل في الاسلام. En hij wil de islam binnentreden. هل يكفي ان اقول لا اله الا الله لا اله الا الله بلساني وانا لا افهم معناها؟ Is het voldoende dat hij het alleen maar zegt met zijn tong zonder dat hij het begrijpt? بالله تنفعه؟ Bij Allah zal het hem baten. والله ما تنفع. والله bij Allah zal hem niet baten. لان بعضهم الان يقول لا اله الا الله. Sommige van hen zeggen لا اله الا الله. لكن لا اعرف معناها. Maar hij kent niks van لا اله الا الله. او يعرف معناها وما يعتقدها. Hij weet لا اله الا الله maar hij weet niet wat hij heeft geen overtuiging in het hart. طيب كيف انت مسلم وتريد من هذا الكافر ان يفهم معنى لا اله الا الله وانت لا تفهم معنى. Hoe kan het zo zijn dat jij مسلم bent en je wilt dat die ongelovige een moslim wordt terwijl jij zelf niet weet wat inhoudt? اسلم هذا عرف معنى لا اله الا الله واعتقد وعمل. Deze persoon is islam binnengetreden en overtuigd daarvan en die handelt erna. يسألك. En hij vraagt jou. ويقول ماذا علي الان؟ Wat moet ik nu doen? تقول لابد تصلي. Je zegt je moet bidden. خمس صلاة. Vijf keer per dag. قال خمس صلوات. Vijf keer per dag. قال اين؟ Waar? تقول مع الجماعة لابد تصلي. Je zegt tegen met de jamaa, met de gemeenschap. اكيد. Weet je het zeker? هل انت تصلي مع الجماعه؟ هل تثبت شيء مدى الخميسخه؟ يقول لا. هذا خناي. وكيف تريد ان انا اصلي وانت لا تصلي مع الجماعه؟ هذا كان زوزان شايف يو ضدك مثل الجماعه بيت ان جاي زوج دوت نيت. لابد ان تمتنع عن السب عن الشتم عن السرقه عن كذا. Je moet weg blijven van het stelen van het schelden van alle andere slechte zaken. هل انت تمتنع عن هذا؟ Doe je dat allemaal? يقول لا. هذا خناي. كيف تأمرني الآن بهذا وأنت لا تصنع هذا؟ كان الزوزان ذا ما ديت خبيت تفر يا ديت زرف نيدوت أو أنا ما فيل دوت. أنت بقدوة الآن يا شيخ أنت في هولندا داعية إلى الله حتى أنت. عايز أخت ياي بنت يا بنت إن أيت نو دخلنا الإسلام زيل سي ياي أنا أوك ياي. والله شئت أم أبيت أنت داعية إلى الله في هولندا. أوف ينو فيل تفنيت باي الله يا بنت إن أيت نو دخلنا الإسلام. الناس تنظر إليك. لمن سكايك نار ياو. مسلم. مسلم بن ياي. ماذا تصنع؟ فدو ياي. تغش؟ Ben jij een oplichter? تكذب. Lieg jij? Ma tussalli al-salah fi awqatiha ma al-jama'a. Bid jij niet binnen de tijd met de jama'a? يهودي يركب في الحافلة في دولة من الدول. Een Joodse man die stapte in een bus in een van de landen. السائق مسلم. De bestuurder was een moslim. هذا اليهودي عندما ركب في الحافلة. Deze Jood toen hij in de bus stapte. المفروض كان في القديم يدفع نقد. مو مثل الآن بال الكارت نعم بتفضل ze betaalde in munten niet zoals vandaag met een kaart strippe kaart bijvoorbeeld فبدل ان يدفع للسائق اور واحد اعطاه 2 اور in plaats van 1 gaf hij hem 2 فالسائق الان يقول هل اخذ الاور او لا اخذ هل ارجع او لا ارجع deze bestuurder zegt zal ik hem die 1 teruggeven of niet وهو متردد يقول اسرق اور قليل هذا moet ik 1 euro stelen is te weinig حتى اراد هذا اليهود النزول من الحافلة. تفضل ديز يوتس مان زخمار ويخبل أو دو بس.
هذا الساق عزم ان يرجع له الاورو قال تعال عند ذا بسيودي دي ضغط كيف مخون تروح بس ابيهم تروح خذ هذا الاورو زائد لك ليس لي هذا ذا اورو اكسس نيد فور مايس فور يو اليهودي قال عند يوز المنزاي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسول هذا خطه خطه الخين خطه زيد فردينته ما بيت الورد بهال فالله ان محمد صلى الله عليه وسلم زين دينا لن بوصف ريس هذا الساق قال لماذا اسلمت الان ذا بسيودي زي فورون بيني بس مسلم خبر قال لانني ابحث عن أمانة أهل الإسلام. هذا فند بس زوجنا هذا بار خطراو هاي فند منس فند الإسلام. والحمد لله وجدتها فيك. هذا الحمد لله إنك بتخفند بيام. يقول الحمد لله لا تعرف ما في قلبي. هذا الله صي الله ده كان يجيب بيت بطل خير ما هرت أصبر. يا إخوان أنت إذا أردت اسمع إذا أردت أن تفعل شيء حرام. افعل وهو حرام حتى تستغفر اما تفعله وتقول الاسلام يقول لا اشكال نشرب خمر لا ازخت اشاي اوبن بوينت سات اوميت ستودون وات فوربود از دو دات من نيت مد اوفرتاوغين اوف دو دات مد اوفرتاوغين يوت فوربود از مان نيت مد اوفرتاوغين يوت توغستان از ان الاسلام اسلام انسان يشرب خمر ان بيرسون دي درينك الكحول ويعرف ان الخمر كبير هافيت دات الكحول درينك ان غروت زوندس وإنسان آخر أنا أندر بيرسون يشرب خمر درينك ألكوهول وعندما ينكر على الكفار يقول لا الإسلام يجوز شرب الخمر هذا أنت إسلام يستخسر وما ألكوهول درينك أيهم أخطر في فند تفايز أرخر هذا قد يكفر هذا هذا أخذ أين دي زيخة تتخسر نس كان بأتو دي أوفرس من دي إسلام تريد تريد تعصي فل يمن زوند فرخته لا تعصي أصلا لكن تعصي وتكذب على الله Hij zegt dan als je een zonde wil verrichten, doe het niet, maar doe je het wel. En je zegt nog eens dat toegestaan is, lieg je over Allah? الآن هذا اليهودي النصراني deze Joodse man christen عندما يريد الدخول في الإسلام als hij de islam wil binnentreden يقول أنا أريد الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم hij zegt ik wil de islam zoals hij was met de profeet صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين هدانا الله إياه sommige moslims mogen Allah ons aan leiden يقول لا 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 hij zegt nee لا يمكن kan niet تقصر الثوب يكلل انكورته واللحيه يبارت لاته لا 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 هذا الاسلام كان في القديم ديت وصل اي لاودي اسلام فروخر الان لا لازم تحلق نيوكال يخزخت تشرب الخمر وترقص اند ذات شينج ميوزيك يقول هذا الاسلام ديت از اسلام الاسلام رقص اسلام از دانس هذا يقولها بعض الناس ديت سيخصون خمسه فاخواننا انت الان محاسب والله محاسب Jij op dit moment, broeder, jij bent verantwoordelijk. سائلك الله يوم القيامة. الله عز وجل zal je vragen. عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Met hetgeen waar de profeet mee gekomen is, sallallahu alayhi wa sallam. واحنا يا اخواننا نتعلم. En wij onze broeders moeten leren. يعني هذا مثلا اخ مسلم جديد اسال الله سبحانه وتعالى لنا وله الثبات. Hij zegt deze persoon die de islam binnen heeft, mag Allah hem en hem ons leiden. كيف اسلمت؟ Hoe ben je moslim geworden? ما الذي كنت ترى عن المسلمين؟ Wat zag je van de moslims? كيف نستطيع ندعو غير المسلمين؟ Hoe kunnen wij de anderen niet oproepen naar de islam? تستطيع نكتب اشياء نتعاون فيها. Kunnen we iets schrijven en elkaar helpen daarin? لابد نتعلم نتعاون. Leren, helpen. أما نكون أمة واحدة. Dat we één أمة zijn, één gemeenschap. أما هذا يدخل في الإسلام لا يجد تعليم لا يجد أحد يعينه على كذا لا يجد قدوة هذا مشكلة. Hij zegt niemand die de islam binnentreedt, geen kennis, niemand die hem helpt, hij zegt dat is een groot probleem. فنريد أننا نكون يا إخواننا أمة واحدة. Wij willen dat wij broeders zijn aan één gemeenschap. احنا نعبد رب واحد وي انبيدر اين شيبر نتبع نبي واحد وي فولج اين بروفيت عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كتاب واحد اين بوك قبله واحد اين كنت بده خمس مرات نجتمع في كل يوم حتى نجتمع فايف كي بدكم في مكار او يعني باي مكار فورت خبت نجتمع كل جمعه باي مكار في الجمعه فرايدا نجتمع في عيدين في السنه تيكي بيال عيد فيست اذا لابد ان نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم لا مود ديزه اين هاوت بباكي زوز الصحابه اند بروفيت وار خفون وار تدو ما نفترق ما خانيت اتوكار نحاول قدر الاستطاع ان نتعاون ونكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عليهم مود اونس انزيتو اوم ان اينهيت تو زاين ان اوب اتجين تو بيفيند وار د بروفيت ان زين متخزل اوب وار الدين النصيحه ادخلوه في ستاتيزير يعني تعتقد أن نصحك لأخيك
دين تتقرب به الى الله. Je moet overtuigd zijn dat het advies naar jouw broeder religie is en je komt daarmee dichter bij Allah. لكن لابد ان تفرق بين النصيحه والفضيحه. Je moet onderscheid maken tussen iemand ter schande zetten en adviseren. هذا اخطا الان. Ik heb een fout gemaakt. انا لا يمكن امام الملا اقول له كذا اخطات هذه فضيحه. Ik kan niet bij iedereen bij zeggen dat je een fout hebt gemaakt. Dit is een schande. بعد ان نخرج اخذ على جنب او ارسل له رساله بينه وبينه هذه النصيحه. Later achteraf pak ik hem bij de hand en adviseer ik hem of stuur ik hem een persoonlijk berichtje. Dit is een advies. Amr muhim jitta. Een hele belangrijke zaak. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. لو لم يقول بعض العلماء لو لم يصنع مع الكفار شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم. Als de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de geleerde die zeggen dat als de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeg maar niet die goedheid, die zachtheid in de da'wa had gedaan, dan was het al, waar ze, had ze afgerekend met hem. شهد له الكفار شهد له بأمور كانت فيه من قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. Ongelovigen die getuigden van bepaalde zaken voordat hij van goede bepaalde goede zaken voordat hij de profeetschap ontving. عندنا بعض الأشياء احنا نعرفها عن أصدقائنا عن البعض. نعم. We weten bepaalde zaken over bepaalde vrienden van ons. يقول والله فلان من الناس. Hij zegt bij Allah die persoon onder de mensen. هذا والله ما شاء الله نحسبه كذلك. Hij is mashallah een goede persoon. هذا لا يتكلم مع النساء. Hij praat niet met vrouwen. لا يعني يذهب الى اماكن المنكرات. Hij gaat slechte plaatsen. لا يصنع لا يصنع لا يصنع. Hij doet niet dit niet dat en nog dit. اما تقول فلان من الناس تقول اعوذ بالله. Hij zegt die persoon van onze vrienden, hij zegt ik zoek niet bij Allah. حتى الكفار يعرفوا هذا. Zelfs de ongelovigen weten dit. وانا اعرف والله انهم يحترموا المسلم الذي يحافظ على الصلاه يحافظ على الشريعه لا خمر لا كذب لا غيبه لا اختلاط بالنساء اذكر الله زوج الاونغلوفه دي هاوت ervan als ze zien dat moslims zich niet stelen op tijd bidden et cetera dus goede dingen doen en slechte verlaten. نعم قدر المستطاع ندعو الله سبحانه وتعالى ونعمل اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم جزاكم الله خير بارك الله فيك. Het is belangrijk dat wij binnen onze kunde oproepen naar de islam en succes aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala het beste. Mag Allah azza wa jalla ons allen succes schenken in onze da'wa. Bareka Allah fikum Sheikh, jazakum Allah khair. Jazakum Allah khair.